ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ظلمك يا قرد الرضا إلهي وكحر من نفتيس الدومدي سنة وكحر مي إنا إسكو قرد الرضان وأي إس ظلميان وحونا كم دي هاي الدنبية وأوين كبائر تاع وأنا طبيعة بني آدم ككو أبورا إلا قفك إلهي أطهري وإيمان يا الله كعبس إلهي كطهري موياني إنه كان ظلوما جهولا وتلمان بني آدم كأيليه إنه يهي مد جهل بضن يهينا مد ظلم بضن طبعا عداس أي أسميسان يهي إلا مد وحويان إلهي إيمان إيا التقوى كطهري هانون إيا علمي إلهي كأرزاقي مويانه إنت كالوحي أسميسيه ضدكو إنا إس ظلميان قرآن كوح قارة يا إلا بقول إيا السقاشا شير أيا ظلمك أرنتي سوائكو صلى الله عليه وسلم إلهي السماوات كتاقين واحر رمي ظلمي وإلهي سبحانه وتعالى الدومدي سإن يرنا الظلمين مهي نفتي سونا كحرم أننا نحدى نوحى لك دقي حرام ظلمك إساق آه دتك ظالمين تآه يكون دعاه إلهي وحو لي يهي ها أم لين إلهي إنو موق يهي كوا ظالمين تآه إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مالم با إلهي أدب دقيا ولسو قيا قيامة وأرقو ذو تاق ميو ووحو ويان إلهي النار تي أدياري أي إلهي أدب دقيا سبحانه وتعالى وحا إلهي أدياري عذاب كل الأحنوشية كوا ظالمين تا ظلمه وشيء ماشي اللوغو تلقى لأيوان لديقين إلا دافيو أمل كله لديه قف كان حقي وإسكالها وآذى السنين وقف كالأسيس حق إلهي أولها أخاسكها أدو مديسة مخلوق أسيس ظلمك أيو كم ديهي كاسو صدح ديوان أيونا لي يهي ظلمك ديوان ككوبات وديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان إلهي إن يرؤسن دافهين ظالم كالغقر هالكاس إلهي أسو دافهين وهو الشرك به وأمرك إلهي أشرك يلقف كان محايا لإلهي وحل لي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي إن الله شرك يلو إلهي مدافه منع فيه وقفك أنك توبت كينين أسيدا كل انته إلهي أدافي مهي ديوان كاسمرك وحالو قرى ظالمين تا ظلم قدو قاري إلهي أبوري إني وحلو ذاتيان وأشرك يالان إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم وين وقردر وين وإلهي لقل سبحانه وتعالى ديوان كإلهي مدافه الدنيا هدادا وقت توبت كينين وكلابا آخر إلهي معفنا يا شيء كمدا ديوان كلابات وحويا ديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان ليسكو فينا هيو شينا إلهي أسنكتك هاي وهو ظلم العباد بعضهم بعضا وأضومد أقاركوت قارك كلا الظلميو ما لنت قيامة مركا لسوهكتو وهل كان لتاغن يهي شيء اللي قدتك هيا متشرو الضون كان لغا قادن ظالم كأه وحال السين يا حسنات كيسي كيئو الدلمي يبال لغا شرين ولذلك با النبي قوير عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس متقانا نقفك مفلس كاهو عيرتا أه أو مضى إذا كمدا
مركا سيرادن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مفلس عيره وحا نقانا قف كان دقاله هيسنن درهم شنن هي على من عن هيسنن كاسا وحا نقانا انه ياهي مفلس رسولك الهي. مركا النبي عليه الصلاه والسلام ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. مفلس كعيرتا ومضى إذا ما لنت قيامه وقفك الله إيمانا هي الصلاة هي الصوم هي الزكاة أي الله إيمانا يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وحو إيمانا يا أبا النبي صلى الله عليه وسلم أسقى ومت كان عايي أسقى ميت كان قد في أسقى ميت كان نحوله سيعني أسقى ميت كان نديجي سيد داريي أسقى ميت كان نجراعي أي إيمانية صلاة هي صون هي الزكاة وتأجر كودي هي حسنات كودي حبارسن أي الله إيمانية فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي مركز حسناتي سل قيبنيا كان قيب لقسينيا كان قيب لقسينيا كان قيبا لغا سينيا فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه هذه حسنات كي أي دمادان دتك وحكولها أيضو أرنتو دي آن لدمين وحال سمينيا وحال قادة يحمل عليه من سيء من خطاياهم دمبيدو دي بالله سو قادة يا الله ساريا فطرحت عليه ثم طرح في النار. الإمام المسلم بحديث كصوصا وحويان وعلى صوق على يا خطايا جودي الدنبية جودي أنتي وكجلي بعضش الله جساريا كان الدنبي وجلي بعض الله صوق على يا كان الله ساريا مرك الدنبية دي أي كوب بتان اللو عروريانا نار تأيول لآديا كاسا وحو يا هبوي النبي جو أمضى إذا متك عير تعو متكاس هنتدي أولي مت أو حسنات كبورها لقى هيد inta hortiisa lagu qaybsaday oo lagu kala baxay ayaa waxa soo haray dadkii deemaha ku lahaa oo uu kan xoolihiisa qaatay oo kan uu dilay oo kan uu qadfay markaas inta la soo aruriyo sayiaad koodi intii kaga aadanayd ayaa dusha laga saaray naarta ayuuna la aad kaas ayra waxa yeelay meeshu sugaya xasanad in lagu amaal mariyo sayiaadki dadka ayuu qaatay uu shaqeeyay marku adduyada joogay amal fiican oo badan buu sameeyay salaad iyo soon iyo zakaa iyo khayr iyo quraan akhris iyo cilmi badan wax badan buu sameeyay laakiin wixii waxay noqdeen goraf weel duleela oo wax ku shubaya ay noqdeen gadaal ayay ka baxayeen waxana ka saarayay dulmiga uu geysanay walidalika ba hadithka kala al-imam al-bayhaqi bi sanad sahih wuxuu nabigu leeyahay alayhi salatu wasalam qofku markuu isku arko maalinta qiyaamaha حسنات كيسية وناجي أولها إنو بدبادي مركو إسكو عركو فما تزال مظالم العباد تتبعه مركا ساوحا فراح إسكو صبحينا هيا الضوامة دي أو وحكا قلي وحو دي أو أي دلبانا يان حقوق دو دي أيا كو تعلقي مركي هورنا وحو عركي عامل وإسليا وكو بدبادي سا أو إسكو هايستا إنو بدبادي حتى ما يبقى عليه حسنة ilaahi gaarto sida adoomada u dalbanayaan oo qof walba xaq ugu sheeganayo inaan hal xasanaba aynan u soo harin fayuhmalu alayhi min sayiatihim waxa marka lagu xambaaraya dambigoodi ayaa qaybti kaga aadanay dusha laga saaray waxnaha waxa way ku tusinaysaa arinka isaga ah inaan diiwaankaas dadku wax isku leeyihiin haddaan adduunyada lagu saafi garayn oo adduunyada aadan deynta lagu leeyahay aadan bixin waxa weeyaan in aadan xagga aadan ku badbaadahayn wax laga tagayaana inay jir nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam isagoo ummadiisa la hadlaya ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumaatun yawma alqiyaama war ka dhowrsada oo ka cabsada oo ka dheeraada dhulmiga maxaa yeelay qiyaama wuxuu idinku noqonayaa mugdiyaal ayuu idinku noqonayaa dulmiga waxaa ka mid ah dadka xuquuqdooda oo la qaato haday tahay dhaqaale maal haday tahay lagu khiyaano ganacsi
هذه هي مسؤولية أمد الله هيو ومسؤولية الله هيي لغو خيامة ظلم قاعد يكمتا وحالك إيابا هل كان أمد إن وقف كان أوها هي مسؤولية أمد وحو أوها هي ملايين مركزو حقوق دو دي الدياعية كل لغود قيامة واقف سنة يوم كنت علقية ذات كما دحد أبانا وهر ومسؤولية قاضي يأو قادين ما هن المهود ما هن قرابدود ما هن قويس كودي يقويل كودا وضن دن يا أمد دن بيوحي الهدين دبي يدعى لنا وحلي قوي الدينية أنا مضح أؤى أنا مامولي أما هذا مضح ويني أما هذا وزيرة أما كوى برلمان أما غير كود وحي متليان أو استاقين أمد إنا أقاضان مسؤولية إنا أقاضان مر الله علي مركو كرسي سيمد بان أقدم بيسي وحقبط إيا وحي وقوتو أيا أقدم بيسي أهرين تاعي يداي هل أقادو عقوبة كإيمان إيسا إيا ظلمك ضد مسلمين لقجل هايو إيا عدالة الدرادة إيا جورك إيا قفكاس وقصر إيا معهن كليه إلا متك أقوهو سايا مسؤولية اللود ديبي أقود ضيعي وحاكو تعلق إيا حقوق العباد أو دن أياكو تعلق إيس إن ألا إنتو مسؤول كوأها دمانتو أيا قيامة قبصنا يا أكو الشيخ مهي وإن أقادان مركا أبيالك يا أضياشا دقنكا مروا البؤوت تاقن إن حل هبل للراديان وإن أقادتا أكو حساب تنطا وحا ظلمنا إيسا بلشدن أيا ظلمي كجل إيسا مركا سوق باتد وآدو مدى أكينتد من آن مقونا أهين وآن وحبا أقل أهين وآد أكتها إنو سنكبحي كرين مسؤولية دان وآد وحا كوري حيسا آتا إنو إنا أدير كأوي هاي أما أديك قرب وكلية هاي أياد كوري حيسا جيد ديري جيد قا وحا أفوليسا إنو أساقو أوحيلكا قاتو إنتك لنا برنانك أيكا تشوغان وحا هدو تأو ظلميو ووحا ويان حقوق دو دو كعيارو أدوكو بدبادي ميسيد أقو لكا وحا لغي يابا أدوكو واكنت هل قف بوناها بقولان أيو ظلمية أو ظلمي يجور وكجلي دم بجودي وحويان عديجنا آخره ويكوجو تعلقيا هذا أمضى أكنتي هذا أمانتي هذا يري هوشان وكبح كرا هذا يري حيل كان بان لربنا هذا صحيح ضي هذا لا ضونتي آخره هذا إلى شو عديجنا وحكوتري ومهيو قبيل كاجنا وحوتري ومهيو بلشدنا وحوتري مهيو أسرع أيابا مركي هربا مسؤولية عن قاد كرين ووحا ويان تيسا وضيعنا إله انتا كعب ستد أدوناها كدن بابنا مسلمين تنا دنبي عقوبها كجلين ظالم بانا نقوني سأقو وحا مهما إنا أغاتد قفك ظالم كأه وظلمك السماية عقوبة كد عيسى معجلة في الدنيا قبل الآخرة الدنيا ذا عيال لقو عقابيا انتونا الآخرة جارين نبي قوحوا الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ذنبك يا أولي سلمتشرو إلهي إن عقوبة دي سسودد تشي الدنيا سقو آخرة تيدنا أكيدنا هيا وحاكو السابسا وحاويان قرد الرضا إيا الظلم إيا وحاويان قرابة أولا قوي قفك قرابة إيا الرحم كقوية عقوبة هذا وحو هلا الدنيا ذا أنتم لنا آخرة جارين وعكهلا الميسة الميسة يكهلا وعكهلا حاس كيسة وعكهلا مال كيسة وعكهلا نفتيسة نبى كوي ما أنا يا إلهي وحسيي مقاسول لي يا الميه وحر كام ماله إن كاربا كنا عضي وحي مقليان ماله فرا شوية سلاد متو كدان خير لجمي قان باريال معها مركاوي ديسيد adiga iyo qaraabadu say isku tihiin wax xiriir kama dhaxayaan ba qaraabadii xuquuqdo ku lahayd waa horuba gooyay markaas ilaahay ilmihiisa ka gooyay asaga markaas wuxuu ka arkay xuquuqada haysto ku dhacday ilmihiisa ayuu ka arkay mid kala iimaanaya wuxuu leeyahay waxaanu sanahay hadaa wareysatid waa ilaahay ninuu wax siiyay hawa qaraabada hadaa tiraahdid meel kuma sheego مالكيسة يا عافماتكيسة يا أولاديسة يا ريركيسة أيو كاركيا قفك قرابة قوياها أقاد ضنبي كوطهي انتين انجيلودو كوكو إيمان لحرير قرابة وإحسان أصميه وإلهي وحبوه كسية قرابة حريري وحبضان عياكوكو حال اسميه وما انتقال حالين لأضهي
وأولاد هذا أهل كاريه النفط هذه المها جا كسر صن أياد حلين لعده هاي أياد كوه حل اسمية قرابة ضيع رحم كحرير وإلهي قبة عقوبة هذا مركب إلا سكيل عليا سيدوك لقف كم اللوم كأعلى الدلمي وحاسق جوني الله وشرفي ما دام أوي يعني مظلوم للدلمي وحاجون سجوني الله وشرفي إن بري الله سيه إلهي أو بريه أوي هذا يا رب يا رب أنت مركو إلهنا قرم الله في ديو الباب هذا سماد الله فرو بريس وح الوقع على ضرورها يا الوح مبارا إلهي بنا سبحانه وتعالى سجوني أسود ويا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قفك للظلمي بريه سأوب بري إلهي أوك هباره وحويان تفتح لها أبواب السماء سماد إرده إذا أيا الله بلقيا تحمل على الغمام ضرورها أيا الله حمباريا أو الله قال يا بريه ساس هبارك أوك هباري مركز إلهي وحو ليه جلال كيغا يوين كيغا كبرا أرتده وان كوه لنا يا او كو غرغاريا مدك بعدي بها اهاته وان كو غرب تاغنا اي الهي وبلا قاديا اديغا marka dhalimka ah oo qofkan xoolihiisa cunay oo qofkan dhigiisi daadiyay oo qofkan xilki uu ka mudnaa u diiday oo seejiyay oo hebel iyo hebel laaluush ku bixiyay ee dhalimka ee qaraabada gooyay ogow masaakiinta iyo dadkaasi gacmahay kor u taagayaan ilaahayna waa ka aqbalaya gantaal baana kugu soo maqan khatar ah oo wax ka cilin kara aan la arag illa ilaahayna u toobad keentid miskiinkaasna xaqiisa aad cilisid mooyane wax ka cilin kara aan la arag waxa kamid ah dulmiga aad u baahay oo aad iyo aad u faafay waxa kamid ah xaqa lagu leeyo maalka ah adoo wax haysatid baadan iska bixinahay ku imaanaya qofki deynta kugu laawriyo maxaa kugu dhacay maada marka la igu soo laabo qoriyo maxaa kugu dhacay muddo ka bacdi maya marka lagu salaad sidii inuu ku tuugsanaya asagu oo uu bariyo iyo magan uu ku yahay ayaa sa wareejinaysa oo sa wareejinaysa oo sa wareejinaysa wuxuuna leeyahay nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam matlul ghaniy dhulm qofka wahantilaha ah oo awooda xaq inuu iska bixiyo meermeerinta uu meermeerinaya saahibal haq wa dhulm bi nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhulm iyo gardaro weey hadu marka ku habaaro xaq buu leeyahay hadu cirdigaaga iyo sharaftaada umada dhexdeeda kugu fadeexeyo oo kugu dacweeyo xaq buu leeyahay hadu ku yiraahdo ila aakhira ku cafin maayana xaq buu leeyahay marka arintaas arin aad u badan weeyaan dadka xuquuqda idin kule ilaahay uga baqa subhana wa taala xuquuqdooda guta wixii aynan awoodina muddo u qabta oo waxa weeyaan ha meermeerinina arintaasina aad u badan tahay dhulmiga waxa kamida midka gabdhaha laga galahay laba nooc baan looga gala qaar kamida aabayaalku gabdhaha tacliimtooda iyo akhlaaqiyadkooda iyo xijaabkooda waxdana kama saarna waana kuwa aan aragnay ee gabdhaha yaryarka ah wada cadeysinka ah oo suuqa yaacaya dhulka kama soo bixin waalid baa dhalay aabayaal baa dhalay hooyooyin baa dhalay dhulka kamaana in maana guriyay ka yimaadeen waxdana laga male bari markii waxa weeyaan ilaahay subxaana wa taala uqubadiisu ay ku dhacdo oo waxaan ay ku naar tagaan sabab waxa uu ahaa adiga waxaad kala mid dhigtay xoolo la sii daayay oo xariga laga furay oo suuqa lagu sii daayay ayaa kala mid dhigtay raaciyana aan lahayn mas'uuliyadaasina aday kugu soo laabanaysa waana dulmi aad ka gashay gabdhaha weeyaan waliba si gooni ah gabdhaha waxa uu leeyahay ayadoo wiilasha laga gala masna gabdhaha arintoodu caadi ma aan waayahan dambe dhinaca aroosiyada dhinaca badda dhinaca habeenkii maqaayadaha waxa weeyaan waxa laga cuno qaabkay gabdhahaasi u labisan yihiin dhinaca jaamacadaha dhinaca iskuullada gabdhihii xaaladoodu caadi ma aha wa aad iyo aad bay arintooda faraha uga sii baxaysa mas-uuliyaddaas waa inaa ilaahay uga baqdaa oo aadan daalim noqon ee gabdhaha aad meel ku ogtahay oo ka warqabtaa xilliga ay baxeen iyo xilliga imaanayaan meesha ay aadeen ma xijaabayeen xijaabkii sharciga ahaa waa inaad ka warqabtaa dhinac kalena dulmi baa gabdhaha looga galo waa kuwaas inta la soo garbatabiyey oo la soo garab galay qabiil dhan oo gabar wada oo marwo gurigeedii ka soo kaxeeyey oo xilka la raadinahaya oo wasaarad la raadinahaya oo baarlamaan la raadinahaya oo senator la raadinahaya intaas oo oday waxay ku wada socdaan
وحويان قبر داس اللي ربي إلا يرى هذا قرية جاك شوك إلهي كعبصو زوج كاك لشوك المها كرصو آخر هذا إلى شو أي واحد ربي أنت يسوق عن قبتان قرية كسو صاران بقول قف أجنبي آه وصرح أي كوك قبنا يسوع أيده عطيسنا إن يسوع فريسيان يا ربي دم بيجا أي جل يسوع نك كوا ضع وحويان كوك قرب سينا هيا وأصحيح هيا وقبيل كده وقرابة ده قبلها سنة ظن ولا يقل هو يوين كاس إله أنت كبر الله سبحانه وتعالى رنت الشجع قريه هذا كعليا النصيحية أخلاق يضد نما معها وأنا دل النما قف وحويان هو أنت يسقرب جله هيا ولا شيء يسقرب جله هيا بقول نصرح إني كقبة الربا هل كاس إني هبين يوم مالين كذا واقد الربا ولبا عيد ضل من يسوع أو ضل من أي تاي واحد عيسى من يسوع إن العدالة هاي مش وحلوكم بينيا أنت أصل واحد ويان ضل من أي قيب كتاي إلهي سبحانه وتعالى وين أقبقنا.